ايه هو مسك الزبادي ومن اين يستخرج؟ اللي في الصورة قدامك ده هو حيوان اسمه قط الزباد او زباد النخل او زباد النخيل، وده بقى واحد من الكائنات اللي بتفرز المسك، واللي منها السلحفاة والغزاة وثور المسك وفأر المسك، وكل دول بينتجوا المسك برضه. والحيوان ده بقى بيعيش في بعض مناطق افريقيا وبعض مناطق اسيا، وبيتم انتاج المسك من الحيوان ده عن طريق غدد شرجية موجودة تحت الزي. والقط ده بيفرز مادة دهنية داخل كيس كبير، والمادة دي معروفة باسم الزباد، واللي بيستخدمها القط ده في تحديد المناطق الخاصة بيه واللي مر منها. والغريب بقى ان بيتم حصاد 3-4 جرام من الحيوان ده اسبوعيا، وسعر الكيلو جرام الواحد من مسك الزباد ده من 500 ل 900 دولار. والمسك ده بيكون في صورة سائل اصفر شاحب لونه بيغمق لما بيتعرض للضوء، وبيدي مادة تشبه المراهم الطبية او كريمات الشعر اللزجة. والمسك ده مادة عطرية قوية جدا ليها رائحة نفاذة وغير مستحبة لما بتكون في الصورة المركزة، لكن عند تخفيفها واضافتها لانواع اخرى من العطور بتكون مقبولة، ولذلك كان بيستخدم في استخدامات متعددة وكان اساسها العطور لحد ما تم الاستغناء عنه لاسباب اخلاقية وصناعية، وخصوصا بسبب صيد الحيوانات والقتل الجائر او الاسر والتعذيب. وفي لقطة اخلاقية كده راحت شركة فرنسية استبدلوا الزباد الطبيعي ده ببديل صناعي وهو السيفيتون، وده بقى واحد من اقدم مكونات العطور في العالم، وخصوصا لانه في الريحة قريب من المسك وهو المكون الرئيسي في مسك الزباد. والكلام ده كان سنة 1998 وما زال بيستخدم حتى الان. كمان قالوا ان مسك الزباد ده بيتم اضافته للقهوة علشان يصنعوا قهوة قريبة من قهوة اللواك او قهوة كوبي الواك، ودي قهوة بيتم تصنيعها من حبيبات القهوة اللي بيهضمها قط الزباد ده، وهي تعتبر من اغلى انواع القهوة في العالم. كمان بيستخدم لاضافة نكهة لبعض الاطعمة. والولايات المتحدة الامريكية منعت تداول حيوان الزباد ده، وده لانه احد الانواع اللي بيمكنها حمل فيروس سارس القاتل، لكن بتسمح بإدخال مسك الزباد بعد فحصه للتأكد من خلوه من المرض، وده لأن العلماء اعتقدوا أن قط الزباد ده ساهم في نقل فيروس سارس التاجي ما بين الخفافيش والإنسان، وده بين عامي 2002 و2003 واللي عرف باسم وباء سارس، وأدت لمقتل 774 مصاب. وبما أن مسك الزباد الطبيعي كمياته محدودة للغاية وأسعاره مرتفعة، إلا أنه بيظهر الكثير من المنتجات اللي بيزعم أصحابها أنها من الزباد الأصلي الطبيعي، وكتير من المنتجات دي معلهاش أي بيانات تعريفية بالمنتج أو ترخيصه أو الشركة المصنعة ليه، ولذلك من الصعب جدا التصديق أن المنتجات دي بتحتوي على مسك زباد طبيعي، في حين أن أسعار المنتجات دي بتكون رخيصة جدا. ومع عدم وجود أي ترخيص فبيكون من الصعب تصديق جودة المنتج ده، والكلام ده منتشر جدا في الدول العربية، بالإضافة ان مفيش اي ادلة علمية حوالين المنتج ده على انه مفيد من الناحية الطبية باستثناء علاجه للألم، الا ان الادلة الموجودة على كده غير كافية لتأكيد فعاليته في المجال ده، فما تصدقش اي حاجة وخلاص، ومش اي منتج يتكتب على انه من منتج طبيعي يبقى صحيح. لو اول مرة تسمع عن مسك الزباد يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.